واخويا ندوزها في الدار هنا، يا المانطا مع هاد السمر هذا والحد الحجر الصحي ضروري اخويا الدار، واحسن حاجه نيت باش ينقصوا شويه من الصداع والمشاكل، راك عارف راس العام ديما كيدوز فيه الصداع وتدوز فيه المشاكل. وكنت من ان شاء الله هاد الوباء يترفع علينا عما قريب ان شاء الله، كنت منهم الله يرفع علينا هاد الوباء هذا وتدوز الامور كلشي بخير وعلى خير، والله يرزق الصحيح لاي واحد. ضروري اخويا الدار، الدار يا احنا الحياه احنا كندوزوها في الدار، احسن حاجه احسن الايام كندوزوها في ضد الحجر الصحي اخويا. الله يهدي كل واحد، وكل واحد عاوتاني على حسب الفكره ديالو، واش بنادم خدام واش بنادم عاوتاني، كل واحد والراي ديالو في اي حاجه، وكنحترموا كاع جميع الاراء. كنتمناو من هذه الجائحه ديال كورونا وكوفيد 19 تحيد، و لحتى خرجت على بزاف ديال المغاربه وخسرات طيحات الاقتصاد العالمي، محساك المغربي يعني تكرفصت علينا بزاف، ونتمنى من الله يحيد علينا هذا الوباء. ليلة رأس السنة هي ليلة عادية كجميع الليالي، يعني غادي ندوزها مع وليداتي بالضبط، يعني ما عندي فين نمشي ضروري، يعني الدولة واخدة التقارير ديالها أو القرار ديالها، القرار ديالها هو تحمي المواطن وتحمي الدولة، احنا معاها وان شاء الله نزيدوا القدام ويتحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله. أنشطة متعددة، نجيكم الأبسط النشاط هو شي عشيوة عائلية، نعم سيدي شي قصرية ديال كسكسو ولا شي قصرية ديال النجيمات، داكشي بلدي يا سلام. ونتمناو من اللي بعاد على والديه ولا بحال هكا يدوزها افلام لي جو. دابا تبارك الله موجودين الالعاب الالكترونيه، لعلك ترضى يعني موجود. راس السنه راه عمرنا دوزنا هادي، ما كندوزوها في الدار، في الدار اصلا هاد الشيء عاد المسلمين ماشي شي حاجه عادي، حيت اصلا ما كنخرجش في راس العام، انا كندوزوها في الدار. كل واحد يدبر راسه، حنا ماشي سوقنا في بنادم، حنا كنشوف فاريوس نحنا وصافي. انا كنقصر كوره، قصر مع راسي تليفون عادي، حيت كل عام كندوزو بحال هكا، انا ماشي شي حاجه زعما اللي دغات تكون زايده ولا شي حاجه عادي، بحال الحجر الصحي بحال ما كاينش الحجر الصحي شي حاجه عادي. الصراحه اش نقول لك، فهاد ديال الظروف ديال هاد الكونفينمون اللي تعاود تعطى في هاد 3 سيمين هادي، يعني خاص الانسان ضروري، يعني هاد السنه هادي يعني غادي تكون استثنائيه، الانسان غادي يدوز ديك الليله ديال راس السنه ديالو يعني في البيت ديالو، باش نحاولوا نتفاداو هاد الشيء، هذا نتغلبوا ان شاء الله على هاد الكوفيد هذا. وها الصراحه كما كيقولوا ان الانسان غادي يخرج غادي تعمر الدنيا، يعني الواحد غادي يجيبها في راسه كما كنعرفوا، يعني راه العالم كامل دابا بهاد الشيء هذا، يعني الانسان ضروري يعني اوبليجي غادي يجلس في الدار ديالو، اللي عنده وليدات غادي يجلس مع وليداتو. اش نقول لك، ماشي مشكل، الواحد غادي يصبر وصافي، ما عندنا ما نديرو، يعني ما عندك ما دير، الحكومه فرضت الحجر الصحي يعني ما عندك ما دير. ايوا ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء يفوت. بالراس السنه خاصنا بنادم كيف ما جميع الايام عاديه يدوز بنادم في مطالعه في الدار، يعني قراءه القران، ولا يبقى في معزول في دارهم، ولا يقرا القصص ولا شي حاجه يديرها بعدا كاين يتلهى فيها. واحسن حاجه الوقايه احسن من العلاج كما كيقول بنادم، احسن يبقى في دارهم كيف جميع اللي. وبالنسبه للقاح كنتمناو ان شاء الله يكون ايجابي وما يكونش عنده شي تاثير سلبيه بالنسبه للانسان، ونتمناو الخير للبلاد والامه العربيه ان شاء الله. الحقيقه ماشي عادي، شنو زعما بنادم يخرج من الصباح حتى ل 8 ديال الليل ما غاتكونش كورونا، ولكن من في الليل غادي تكون كورونا. الحقيقه ما عجبنيش هذا القرار، بالنسبه لي انا غادي ندوزها غير في الدار زعما، ما غنخرج ما والو. هذاك الشيء اللي غادي يكون زعما كانوا غادي يديروه في الزنقه يديروه في الدار. راس انا زول في الدار، كل عام كندوزها في الدار، التلفازه مع الوليدات. الرساله الناس راه كتقول هذا الشيء باش يحميونا، والله يهدي الجميع، كل واحد الله يهدينا. باش توصلوا بجديد سافي ناو، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.